السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في حل الأسايمنت رقم 1 لسنة 2022 من مادة الأكاونتنج 201. طيب شوف كده مع بعض، أول سؤال موجود عندنا. أول سؤال عندنا بيقول Why do corporations need financial reporting standard؟ بيقول ليه الشركات النهاردة وليه المنظمات النهاردة بتكون محتاجة معايير محاسبية تشتغل بيها؟ وقال لي اتكلمني explain the two major standards setters، واللي ايه هي الجهات اللي دايما بتنظم عملية المعايير او بتعمل عملية المعايير بمعنى اصح. هو هنا يا جماعة في السؤال ده بيسألني سؤال مهم جدا، بيقول لي ليه الشركات محتاجة ان يكون في معايير في المحاسبة، وبعد كده بيقول لي طيب مين هي المنظمات اللي بتحط لنا المعايير دي. بسرعة كده بالنسبة لإجابة النص الأول من السؤال، طبعا زي ما حضراتكم عارفين إن كل شركة من الشركات النهاردة كل البيانات المحاسبية بتاعتها اللي هي بتطلع بيها بتديها للناس اللي من بره الشركة اللي هم الاكسترنال يوزر، وكمان الناس اللي موجودة جوه الشركة. وبالتالي أنا ما ينفعش إن أنا أسيب المحاسب يعمل شغل المحاسبة بمزاجه، لازم أحط له قواعد ولازم أحط له رولز ولازم أحط له قوانين يمشي عليها. الهدف من الرولز والهدف من القواعد والهدف من المعايير ان احنا نطلع معلومات مالية مفيدة علشان الناس تقدر ان هي تستخدمها وياخدوا بناء عليها قرارات سليمة، لان كل ده في النهاية بيصب في مصلحة الشركة ان الشركة بتقدر ان هي تجيب منهم فلوس وتشتغل بيها. عشان كده هنا بنقول ان corporation are required to prepare their financial statement، كل الشركات اجباري مطلوب منها ان هي تعمل القوائم المالية بتاعتها طبقا لمعايير المحاسبة، سواء بقى كانت المعايير ديت اللي هي المعايير بتاعت الجاب الجنرال اكسبتد اكاونتنج برينسيبل، او حتى المعايير ديت اللي هي المعايير المحاسبه الدوليه اللي هي الاي اف ار اس. وبالتالي الفاينانشال ستيتمنت بتمثل عندنا او القائمه الماليه بتدي صوره واضحه وصوره حقيقيه وصوره عادله عن الشركه ونشاط الشركه واداء الشركه. وبالتالي انا عشان اقدر اطلع معلومات ماليه تعبر بصدق عن الشركه وعن الاداء بتاعها وعن ارباحها وعن خسائرها والكلام ده كله، لازم ان انا اعمل القائمه الماليه بتاعتي والفاينانشال ستيتمنت طبقا لمعايير المحاسبه. عشان كده بيقول preparing the financial statement in accordance with financial reporting standard is required by the law، ده مش اختياري، ده ان انا اعمل القائمة المالية وان انا كشركة اطلع المعلومات المالية بتاعتي زي ما القانون قال ده، او ان انا التزم بمعايير المحاسبة وانا بعمل القائمة المالية بتاعتي، دي حاجة مش اختيارية، ده دي حاجة اجبارية القانون نص عليها والزمني بيها. ليه بقى؟ اهدي الحتة المهمة اللي انا عايزها، لان التزام الشركة بالقواعد المحاسبية واحنا بنعمل القائمة المالية بيساعد اليوزر ان هم ياخدوا معلومات مالية تكون قيمة ومعلومات مالية دقيقة، وبالتالي هياخدوا معلومات مالية مفيدة تساعدهم في اتخاذ القرارات بتاعتهم. ده كده إجابة الجزء الأول من السؤال. طيب نيجي بقى للجزء الثاني من السؤال. بما ان احنا عرفنا ان معايير المحاسبة ليها دور مهم جدا، وبما ان احنا عرفنا ان معايير المحاسبة ليها أهمية كبيرة جدا، طب قول لي بقى مين هي الجهات والمنظمات اللي بتحط عندنا معايير المحاسبة؟ احنا في عندنا جهتين يا جماعة، منظمتين. أول منظمة عندنا هي منظمة دولية، ودي مسؤولة عن وضع معايير المحاسبة الدولية، والمنظمة الثانية منظمة محلية، ودي مسؤولة عن وضع معايير المحاسبة الأمريكية. المنظمة الدولية اللي مسؤولة عن وضع معايير المحاسبة الدولية اسمها الـ International Accounting Standard Board، بنسميها كده عندنا مجلس معايير المحاسبة الدولية. مجلس معايير المحاسبة الدولية ديت بيحط لنا معايير محاسبة دولية. طب معايير المحاسبة الدولية دي اسمها ايه؟ بيقول عليها IFRS، او بنسميها كده عندنا الـ IFRS اللي هي الـ International Financial Reporting Standard، بنسميها كده عندنا معايير الإفصاح الدولي، او بنسميها كده عندنا معايير المحاسبة الدولية. اما الجهة المحلية اللي موجودة في امريكا اللي بتعمل معايير المحاسبة الامريكية فدي اسمها الـ Financial Accounting Standard Board، او بيقول عليها عندي ايه؟ الفاسب. فالفاسب دي اختصار لكلمه الفاينانشال اكاونتنج ستاندرد بورد، اسمها مجلس معايير المحاسبه الماليه. طيب معايير المحاسبه الماليه بتحط عندنا معايير محاسبه اسمها ايه؟ اسمها الجاب، جنرالي اكسبتد اكاونتنج برينسيبل، اسمها مبادئ المحاسبه المقبوله قبولا عاما. يبقى خلاصه القول في النقطه دي، عندنا منظمتين، عندنا جهتين بيحط لنا معايير محاسبه،
واحدة بتحط معايير محاسبة دولية على الصعيد الدولي اللي هي الانترناشنال اكاونتنج ستاندرد بورد واسم المعايير الدولية الاي اف ار اس، واحدة تانية منظمة محلية على المستوى الامريكي اسمها الفازب، ودي بتحط لنا معايير اسمها ايه؟ اسمها الجاب. صار رقم 2 بيقول لي what do you understand by difference and accuracy in adjusting entry. هو هنا في السؤال ده بيقول لي ميز لي ما بين الdifference وميز لي كمان ما بين مين؟ ما بين الaccuracy. ايه الفرق ما بين المدفوعات المقدمة والفرق ما بين الاكروالز اللي هي المستحقات لما نيجي نعمل عندنا adjusting entries او لما نيجي ندي عندنا قيود تسويق. وهنا بيقول لي بعد اذن حضرتك بعد ما تعرف لي ايه الفرق ما بين المدفوعات المقدمه والاكروالز ادينا مثال بالارقام يوضح الكلام اللي انت قلته. طيب احنا يا جماعه زي ما وضحنا في الشرح بتاعنا في الشابترز بتاعتنا واحنا بنشرح قلنا ان البريبايد او الديفرنس اسمها الدفعات المدفوعه مقدمه، والديفرنس او الدفعات المدفوعه مقدما هي عباره عن مبالغ ماليه يا اما ان الشركه دفعتها مقدما يا اما ان الشركه استلمتها مقدما. لو كانت الشركه هي اللي دفعت المبالغ الماليه دي مقدما بنسميها عندي بريبيد اكسبنس، زي مثلا ان الشركه بتدفع ايجار مقدم، زي الشركه مثلا بتدفع عندنا انشورنس تامين مقدم، وبالتالي اي مبلغ الشركه بتدفعه مقدما عشان لسه هتستفيد منه في المستقبل ده بنسميها عندنا بريبيد اكسبنس. عشان كده لما بنيجي نعرفه نقول دي هي عباره عن مصروفات اتدفعت كاش مقدما. طب بما ان هي دفعت مقدما يبقى انا كده استفدت منها ولا لسه هستفيد منها؟ قال لك لا لسه هستفيد منها، وبما ان انت لسه هتستفيد منها يبقى احنا المفروض نسجلها عندنا كايه؟ كاسل، اصل من الاصول بتاعه الشركه لان انا لسه ما استخدمتهاش. طيب ده بالنسبه لايه؟ للمبالغ اللي دفعها مقدما. طب لو كانت المبالغ دي انا اللي واخدها مقدما، في بعض الاحيان ممكن الشركه تستلم فلوس مقدما، وهنا لو الشركة استلمت فلوس مقدمة يا جماعة ده بنسمها عندنا unearned revenue، بنسمها ايرادات غير مكتسبة. طب احنا سمناها عندنا ايه؟ unearned revenue، ايرادات غير مكتسبة. فدي عبارة عن مبالغ الشركة استلمتها ولكن لسه ما قدمتش الخدمة بتاعتها. طب دلوقتي انا واخد فلوس من شخص عشان خدمة لسه هقدمها له في المستقبل، يبقى الفلوس دي التزام، دين عليا، دين في رقبتي. تمام كده؟ وبالتالي يا جماعة ناخد بالنا ان المدفوعات المقدمة ممكن الشركة اللي تدفع فلوس مقدما يبقى لسه هتستفيد منها في المستقبل فده أسد، او ممكن الشركة تقبض فلوس مقدما لسه هتقدم بقى خدمة في المستقبل وده يعتبر عندي ايه؟ ليابلتي. ده بالنسبة لمين؟ للمبالغ المدفوعة مقدما. النوع التاني من الحسابات اللي دايما بتعمل لها adjusting entry حاجة اسمها الاكروالز، والاكروالز دي عليها كده المستحقات. ايه المستحقات دي؟ هي عبارة عن حاجة من الاثنين، يا اما مبالغ للشركة يعني الشركة قدمت خدمة لشخص معين بس لسه ما خدتش فلوسها، يا اما دي مبالغ متأخرة على الشركة يعني الشركة استفادت من شخص اجرت مكان شغلت عندها عامل واستفادت من خدماته لكن لسه ما دفعتش الثمن. يبقى انا عندي الاكروالز اللي هي المستحقات دي حاجتين، في الاكرود ريفينيو ايرادات مستحقة وده عبارة عن كل الخدمات اللي الشركة قدمتها وكسبت فلوسها لكن لسه مبالغ ديت ما سجلتش ولا لسه الشركة قبضتها، يبقى ديت ايه؟ ها فلوس متأخرة للشركة، وده طبعا بيتسجل عندي كايه؟ كأسد، لان دي فلوس الشركة لسه هتقبضها في المستقبل. اما الاكرود اكسبنس فده عبارة عن خدمات الشركة استفادت بيها ولكن لسه ما دفعتش ثمنها، اجرت مكان شغلت عند عامل وخلاص هو قدم الخدمة لكن انا لسه ما حسبتوش، فده يعتبر من وجهة نظر عندي ليبلتي. طب تعالى كده ناخد مثال بسيط انا وانت على الجزئية بتاعت مين؟ بتاعت الاكرالز والكلام ده كله. اول مثال هنتكلم عن مين؟ على البريبايمنت. اول مثال كده مع بعض هنتكلم عن مين؟ عن البريبايمنت. تمام؟ وهنتكلم ان الشركة هي اللي دفع فلوس مقدم. بقول لي في جانوار 1 2008 الشركة بتاعتنا اشترت بوليس التأمين. طب بوليس التأمين اللي الشركة اشترتها ديت مقدارها عامل كام؟ 6000. حلو. طيب الشركة شارية بلوس التأمين ودفع فيها مبلغ مقداره كام؟ 6000. هل يا ترى 6000 دول مدفوعين عن تأمين تم في الماضي ولا تأمين لسه يحصل في المستقبل؟ قال لك لا دي مبالغ لتأمين هيغطي لي لسه 3 سنين. يبقى إذا يا جماعة المبالغ اللي مدفوعة ديت مدفوعة لفترة فاتت ولا فترة جاية؟ لا لفترة جاية، فده بنسميها كده عندنا إيه؟ البريبايد انشورنس. طيب
انا دافع الفلوس دي امتى؟ يوم 1/8 او 1/1/2008. هو عايز نعمل adjusting gain trade امتى؟ يوم 31/12/2008. طيب بص كده معايا، انا جيت يوم 1/1/2008 وقمت دافع كام؟ 8000. ال 8000 دول هيغطوا كام سنه؟ ادي السنه الاولى، وادا عندنا كمان السنه الثانيه، وادا عندنا كمان مين؟ السنه الثالثه. ده معناه ان الثمن او سوري 6000، هما 6000، ده معناه ان ال 6000 دول هيتوزعوا بالتساوي على الثلاث سنين. يبقى كده بحق ربنا السنه الاولى نصيبها كام؟ 2000، والسنه الثانيه 2000، والسنه الثالثه كمان كام يا جماعه؟ 2000. يبقى كده اول سنه 2000، وثاني سنه 2000، وثالث سنه عندي كام؟ 2000 زي ما احنا اتفقنا. حلو الكلام؟ طيب لما يجي يقول لك اعمل لي ادجاستنج انتر في نهايه السنه الاولى، او اعمل لي ادجاستنج انتر في نهايه الثانيه، او حتى اعمل لي ادجاستنج انتر في نهايه الثانيه الثالثه، ده معناه يا جماعه ان هو عاوز يسجل نصيب كل سنه من الثلاث سنين دي. طب ما هو نصيب كل سنه من الثلاث سنين من ال 6000 كام؟ 2000. ايه هو بقى الادجاستنج انتر اللي احنا خدناه مع بعض في الشرح بتاعنا اللي انا بعمله عشان اسجل 2000 دول؟ طالما انا بعمل ادجاستنج انتر للبريبيد انشورنس، فده معناه ان انا هزود الانشورنس اكسبنس وهقلل البريبيد انشورنس. تمام؟ طب انا هقسم ال 6000 على 3، يبقى كده كل سنه هحول 2000 من ال 6000 هنقصهم من حساب البريبيد اكسبنس وهزودهم على حساب مين؟ الانشورنس اكسبنس. يبقى انا نقصت اسيت اللي هو البريبيد اكسبنس، طبيعته ديبت، لما يقل يتسجل في الجانب الكريدت، وفي نفس الوقت زودت عندي اكسبنس جديد اسمه الانشورنس اكسبنس. السؤال رقم 2 هنتكلم عن الاكرود. يبقى انا كده اخدت سؤال رقم 1 على مين؟ على البريبيمنت، وانا اللي كنت دافع. طب هتكلم برضو هنا سؤال على الاكرولز، بس هتكلم عن مين؟ عن الاكرود ريفينيو. الشركه قدمت خدمه لكن لسه ما خدتش ثمنها. بقول نفترض كده في شهر اكتوبر عند باينور ادفرتايزنج ايجنسي، الشركه دي كسبت كام؟ 200. معنى يا جماعه ان الشركه كسبت، ده معناه ان الشركه قدمت خدمه بالفعل، والخدمه اللي الشركه قدمتها لسه ما خدتش فلوسها. فبقول لك ان الشركه كسبت 200 على عمل عملته. طب ايه الخدمه اللي الشركه عملته؟ عملت دعوى اعلان. الشركه بتاعتنا كسبت 200 عشان عملت دعوى اعلان، بس ال 200 دول لسه ايه؟ ما تسجلوش. يبقى انا كده قدمت خدمه وكسبت فلوسها لكن لسه ما سجلتش. ايه هو الادجاستنج انتري اللي انا المفروض اعمله عشان اسجل الكلام ده يا شباب؟ بسيطه جدا. اول حاجه انا بثبت ان انا ليا 200. طيب ال 200 دول خدتهم وانا لسه، فانا هسجلهم كاسد فلوس ليا لسه ما قبضتهاش في حساب اسمه الاكونت ريسيفبل. وطبعا حساب الاكونت ريسيفبل ده اسد طبيعته ديبت، فلما يزيد اسجله في الجانب ايه؟ الديبت. حاجه الثانيه، ال 200 دول بالفعل انا قبضتهم، انا بالفعل كسبتهم، فهسجلهم عندي ايه؟ ريفينيو. فانا هزود الريفينيو عندي في الجانب الكريت برضو بمقدار كام؟ بمقدار 200. يبقى احنا كده وضحنا الفرق بين الاكوالز، وضحنا عندنا كمان يا شباب الفرق عندنا ما بين الجزء الثاني اللي هو مين؟ اللي هو البريبيمنت، وخدنا كمان مثال على الاثنين. طيب صار رقم 3 بيقول لي فيل ان ذا بلانك، جايب لي الاتي، جايب لي مبيعات ب 500 وكوست اوف جود سولد ب 32500، وجايب لي جروس بروفيت ب 175 تمام، ونت بروفيت ب 76. بص يا سيدي، هي كانت الارقام الميسنج عندي ايه في السؤال ده؟ كان الرقم ده ميسنج مش موجود، وكان الرقم ده مش موجود. يعني الارقام اللي كانت جيفن عندي في السؤال مين؟ السؤال ده، الرقم ده، والرقم ده، وكمان عندنا الرقم ده. طيب في معادله مهمه جدا كلنا عارفينها. المعادله دي بتقول لك ايه؟ ان انا لو اخدت السيلز ريفينيو وطرحت منه الكوست اوف جود سولد هيدينا حاجه اسمها الجروس بروفيت، اجمالي الربح. لما اخد المبيعات واشيل منها التكلفه تديني اجمالي الربح. ارجع اشيل من اجمالي الربح عندنا الاوبريتنج اكسبنسز، هيديني في النهاية النت بروفيت أو صافي الربح أو المكسب بتاع الشركة. طيب هو جايب لي هنا أول حاجة قال لك إن السيلز ريفينيو ب 500 وده مش موجود. طبعا أنا كاتب الحل لكن دي كانت في السؤال ما كانتش موجودة. فجايب لي هنا 500 ودي مش موجودة، وقال لي إن الجروس بروفيت بتساوي كام؟ 175. فبقول الرقم ده بيساوي كام؟ طبعا كده على الآلة الحاسبة، إيه الرقم اللي أشيله من 500 عشان يديني 175؟ الرقم اللي اشيله من 500 يديني 75، فطبيعي ان انا هطرح الرقمين دول من بعض. لما اطرح الرقمين دول من بعض يديني كام؟ 32500. هذا رقم واحد. طيب عندي ميسنج تاني اللي هي الاوبريتنج اكسبنس، عاطيني الجروس بروفيت وعاطيني النت انكم. طب النت انكم على كام؟ قال لي 76500، وبيقول لي الاوبريتنج اكسبنس بكام؟ نفس الفكره، الاوبريتنج اكسبنس لما اطرحها من الجروس بروفيت تديني النت بروفيت. فالسؤال هنا، ايه الرقم
اللي لو طرحته من ال 175 يديني 76 500. فعشان نجيب قيمه الاوبريتنج اكسبنس هنطرح الرقمين دول من بعض. نفس النظام برضو الجزء الثاني ده، تكتب المعادله بنفس النظام كده وتشوف ايه هو اللي ناقص ونجيبه عادي خالص. تمام. طيب نيجي بعد كده بقى، بيقول لي في السؤال رقم 4، what do you understand by allocation to non-controlling interest and discontinuing operation. non-controlling interest هنا يا جماعه المقصود بهم ايه؟ بنسميها كده عندنا حقوق الاقليه، بنسميها كده عندنا ايه؟ حقوق الاقليه. تمام. هي حقوق الأقلية ديت، حقوق الأقلية ديت هي عبارة عن مجموعة المستثمرين اللي استحوذهم على أقل من 50% في رأس مال الشركة. يعني مثلا لو احنا عندنا مثلا شركة اسمها Company X، الشركة دي رأس مالها كام؟ 100%. في عندنا شخص اسمه ايه؟ اشترى 60% من الأسهم دي، وبقية الأسهم اشتراها شخص تاني اسمه ايه؟ B. يبقى كده 100% اتقسمت على طرفين، الطرف الأول معاه 60% والطرف التاني معاه كام يا شباب؟ 40%. اللي قدر يجمع اكتر من 50% من راس مال الشركه ده بنقول عليه الكنترولنج انترست، بنسميها كده عند القوى المسيطره او الحاكم. لكن اللي ما قدرش يجمع ال 50% وجمع اقل من 50% يعني جاب 40%، ده بنسميها كده عندي نون كنترولنج انترست، او بنسميها كده عندنا مع بعض ايه؟ حقوق الاقليه. طيب ده بالنسبه لمين؟ للنون كنترولنج. اما بالنسبه للديسكونتينينج اوبريشن فده عباره عن العمليات التشغيليه اللي الشركه وقفتها. يعني فرع كانت الشركه مشغله وقفلته، خط انتاج الشركه كانت مشغله وقفته، فاي خطوط انتاجيه، اي منتجات، اي فروع كانت شغاله مع الشركه والشركه لغتها وقفتها، ده بنسميها كده عندي ديسكونتينيد اوبريشن. وطبعا الديسكونتينيد اوبريشن دي يا جماعه دي بنسجلها عندنا في قائمه الدخل في حاجه منفصله لوحدها كده، او في ايتم منفصل لوحده في قائمه الدخل اسمه الديسكونتينيد اوبريشن. طيب السؤال اللي بعد كده جايب لي سؤال عن توزيع الضرائب على الفترات المحاسبه. بقول لي في عندي شركه كده اسمها اكس واي زد، الشركه دي كان عندها قيمه الدخل قبل الضريبه ب 50,000، وقال ان الشركه دي حققت مكاسب ب 10,000 فروم ديسكونتينيد اوبريشن. بافتراض ان احنا عندنا الضرائب بتتاخد على دخل الشركه دي بنسبه كام؟ 35%. بقول لي هود اكس واي زد كمباني بريزنت ذا انفورميشن اون انكم ستيتمنت، يعني بقول ان الشركه دي كسبت 50,000 وبقول ان الشركه دخلها قبل الضريبه ب 50,000 وكسبت كمان 10,000 وبتدفع ضرائب ب 35,000. السؤال فين بقى؟ هود اكس واي زد كمباني بريزنت انفورميشن ان ذا انكم ستيتمنت اند اف ات هاز لوس 10,000 فروم ديسكونتينيد اوبريشنز. يعني الشركه ازاي هتكتب بقى الكلام ده في قائمه الدخل ولو كان في خساره كمان من الديسكونتينيد اوبريشن ب 10,000 وفي عندنا معدل ضريبه 35%، ده هيتكتب ازاي؟ هو طالب مني هنا يا جماعه اوضح حاجتين. اول حاجه لتشينج النت انكم وين لوس ميد فروم ديسكونتينيد اوبريشن، وبعد كده لتشينج النت انكم وين جين ميد ان ديسكونتينيد اوبريشن. يعني وضح لي بقى اثر الكلام ده على التغير في دخل الشركه، تمام، نتيجه حدوث ايه؟ خسائر بالديسكونتينيد اوبريشن. ووضح لي اثر الكلام ده على دخل الشركه في حاله وجود مكاسب من الديسكونتينيد اوبريشن. طبعا هنا اول نقطه بنقول ايه يا جماعه؟ احنا زي ما احنا اتفقنا مع بعض ان الديسكونتينيد اوبريشن نوت انكلودد. يعني ايه؟ يعني احنا المفروض ما بنسجلش المكاسب او الخسائر، تمام؟ بقول لي هنا ان الديسكونتينيد بارت از نوت انكلودد، ذس مين ذات تاكس ليابيليتي هاز تو انكريز اف ذير از ا لوس اور فايس فيرس. يعني ايه؟ يعني بيقول لي ان لو في عندنا خسائر متعلقه بالديسكونتينيد اوبريشن فده هيزود التاكس ليابيليتي بتاعتي مش هينقص. حاجه تانية بيقول لي في السؤال اللي فوق ده، احنا كان عندنا مكسب الشركه قبل الضريبه بيساوي كام؟ 50، وكان في عندنا جنب كام؟ ب 10، وخسائر بكام؟ ب 10. انا هنا ازاي بعامل الديسكونتينيد اوبريشن؟ ركز كده معايا. المكاسب او الخسائر اللي بتنتج من الديسكونتينيد اوبريشن بعمل فيها ايه؟ لو انا كان في عندي جين مكسب من الديسكونتينيد اوبريشن بطرحه من النت انكم بتاع الشركه، ولو انا كان في عندي لوس من الديسكونتينيد اوبريشن بتاع الشركه بعمل فيه ايه؟ بجمعها. طب هو دلوقتي بيقول ان الشركه كسبانه 50 وفي جين ب 10 وفي لوس ب 10، يبقى انا في الحاله دي يا جماعه لما اجي ان انا اجيب مقدار النت انكم الخاضع للضريبه اللي هنضربه في معدل الضريبه بنسبه 35% اعمل ايه؟ هقول 50 ناقص الجنة ب 10 زائد اللص ام 10، يبقى 50 ناقص 10 زائد 10 تطلع بتساوي 50 في النهايه.
فهضرب 50 في 35% يبقى معدل الضريبة عندي كام؟ 17500. يبقى كده نطلع من الكلام ده ان الجين بيطرح والمكسب بيتضاف، وبضرب انا معدل الضريبة في النت انكم النهائي بعد ما ضفته وبعد ما طرح. اخر سؤال موجود عندنا بيتكلم عن قيمة الكاش. طبعا زي ما احنا وضحنا مع بعض في الشرح بتاعنا ان قيمة الكاش فلو او قيمة التدفقات النقدية هي عبارة عن قيمة احنا بنعملها عشان نوضح الانفلو الفلوس اللي داخلة للشركة، ونوضح كمان الاوت فلو الفلوس اللي خارجة من عند مين؟ من عند الشركة. تاني دي قيمة احنا بنعملها عشان نوضح حاجتين، فلوس اللي داخلة للشركة والفلوس اللي خارجة من عند الشركة اللي هي الانفلو، وكمان مين يا جماعة؟ الاوت فلو خلال فترة زمنية معينة. هو جايب لي هنا بيانات بيقول لي ان الاوبننج كاش بالانس ده رصيد الفلوس في بداية السنة، وده الكلوزنج كاش بالانس رصيد الكاش في نهاية السنة. جايب لي معدل الزيادة في الكرنت ليابيليتي، معدل النقص في الكرنت اسيت، جايب لي الاصول الثابتة اللي احنا اشتريناها، جايب لي البوندس اللي احنا عملنا لها ريدمشن ودفعنا ثمنها، جايب لي المكسب بتاع السنة، وجايب لي الاهلاك، وطالب مني اعمل قائمة الكاش فلو. انا يا جماعة عشان اعمل قائمة الكاش فلو لازم اكون عارف ان قائمة الكاش فلو عندنا بتتكون من كام سيكشن؟ 3. اول سيكشن عندنا اللي هو الاوبريتنج، تاني سيكشن عندنا اللي هو الانفستنج، تالت سيكشن عندنا اللي هو مين؟ الفاينانسنج. كل اللي انا بعمله ان انا بمسك كل سيكشن من التلاتة دول وبحدد مقدار الزيادة او النقص بتاع الكاش فيه. يعني انا بجيب معدل التغير في الكاش هنا زيادة ولا نقص، وبعد كده بجيب معدل التغير في الانفستنج زيادة ولا نقص، وبعد كده بجيب معدل التغير في الفاينانسنج زيادة ولا نقص. جميل. وبعد بجيب معدل التغير هنا في الاوبريتنج ومعدل التغير في الانفستنج ومعدل التغير في الفاينانسنج، باخد دول كلهم كده مع بعض اصفهم مع بعض واجيب معدل التغير على مستوى الشركه كلها. وهنا لازم السؤال ده معتمد بشكل كبير جدا على فهمي ازاي بعمل قائمه الكاش فلو. اول حاجه بالنسبه لما اجي احدد الكاش فلو بتاعت الاوبريتنج اكتيفيتيز، اول حاجه بنجيب النت انكم وبنعدله. طب انا عندي النت انكم يا جماعه عامل كام؟ عامل 18000. جبت الرقم ده منين؟ هو اللي قايل لي ان البروفيت بتاع 18000. باجي بعد كده امسك النت انكم ده وابدا ان انا اعدله. بعمل ايه؟ بطرح منه او سوري بضيف له الديبريسيشن. بعمل ايه يا جماعه؟ بضيف لي الديبريسيشن. حلو الكلام. وبعد كده بطرح منه معدل التغير في الكرنت اسيت والكرنت ليابيليتي. انا عندي هنا الكرنت اسيت اللي حصل لها قلت، وعندي الكرنت ليابيليتي اللي حصل لها زادت. تمام. فانا باخد الرقم ده وببدا ان انا اعدله. طيب معدل الزياده في الكرنت ليابيليتي بيساوي كام يا جماعه؟ 13. فانا هزود ال 13 على ال 18 مع ال 4. طيب بعد كده معدل التغير في الكرنت اسيت عمل ايه؟ قل. فانا بضيف برضو النقص في الكرنت اسيت. يبقى دايما احنا كنا واخدين قاعده كده ان انا بضيف معدل الزياده في الكرنت ليابيليتي او معدل النقص في الكرنت اسيت، وبطرح معدل الزياده في الكرنت اسيت او معدل النقص فين؟ في الكرنت ليابيليتي. طب لما اخد 18000 اللي هي النت انكم واضيف عليها 4 واضيف عليها 7 واضيف عليها 13 هيطلع بيساوي 52. يبقى انا كده عندي الاوبريتنج مصفيه كام؟ مصفيه بوزيتيف 52. ده اول نشاط. النشاط الثاني اللي هو الانفستنج، واحنا قلنا النشاط الانفستنج بنكتب فيه كل الفلوس اللي بتيجي او اللي احنا بندفعها من الاستثمارات في عقارات او اراضي او اوراق ماليه او الكلام ده كله. طب المعلومه الوحيده اللي موجوده عندي في السؤال اللي لها علاقه بالانفستنج هو شراء الفيكسد اسيت. طب الشركه بتاعتنا لما تشتري فيكسد اسيت ده معناه ان هي هتدفع فلوس ولا هتاخد فلوس؟ لا هتدفع فلوس. يبقى ال 30000 جنيه اللي هي هتدفعهم دول بالنسبه لنا ايه؟ ان فلو ولا اوت فلو؟ لا دي فلوس خارجه. يبقى ده كده عنده ماينس 30000. يبقى كده الاوبريتنج مصفي بوزيتيف 52 والانفستنج مصفي ماينس 30. طيب نيجي بعد كده بقى على اخر نشاط اللي هو الفاينانسنج. قلنا ان الفاينانسنج له علاقه بمين يا جماعه؟ بالاسهم والسندات لما ببعها او لما بشتريها، لما ببعها او لما اجي اسدد ثمنها. يبقى اذا عندي هنا الريدامشنز، عندنا المعلومه الوحيده اللي لها علاقه بالفاينانسنج هي الريدامشن للبوند، دفع قيمه البوند. طب انا لما احب ادفع قيمه البوند هدفع قيمه البوند بكام؟ ب 14. طب لما الشركه تدفع ثمن البوند يبقى دي فلوس داخله من الشركه؟
ولا خارجه من الشركه؟ لا خارجه. طب لما الفلوس دي تكون خارجه من الشركه يبقى بلس ولا ماينس؟ ماينس. يبقى انا كده عندي نشاط الفاينانسنج مطلع ماينس 14. طيب دلوقتي النشاط الاول جاب ايه؟ بوزيتيف 52 الاوبريتنج، والنشاط الثاني جاب ماينس 30، والنشاط الثالث جاب ماينس 14. يبقى انا وانا عاوز اجيب معدل التغير في الكاش على مستوى الشركه ككل هقول ايه؟ بلس 52 ماينس 30 ماينس 14 يديني بلس 8. يبقى كده معدل التغير في الكاش خلال السنه ب 8000. طيب ده معدل التغير في الكاش زياده خلال السنه بكام؟ ب 8000. طب دلوقتي بقى انا كان عندي كاش بكام في بدايه السنه يا جماعه؟ ب 15. يبقى لما اخد ال 15 مع ال 8 يقول لي ان الاندنج كاش بالانس هيعمل 23. كده انتهى عندنا حل الاساينمنت الاولاني لسنه 2022. شكرا لحضراتكم ونشوفكم دايما على خير ان شاء الله.